السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة محجبة ومحتشمة تجلس بجوار سائق التاكسي والمقاعد الخلفية فارغة، ورجل آخر يمر بجوار المسجد وما يصلي مع الجماعة، وآخر تمر وتسلم عليه وما يرد عليك السلام. أقول لا تتعجل، المرأة اللي تجلس بجوار سائق التاكسي هذه زوجته، كيف أسأت فيها الظن؟ واللي مر بجوار المسجد وما صلى مع الجماعة هذا صلى في المسجد الآخر، واللي سلمت عليه وما رد عليك السلام والله ما سمعك وما رأك، ولعل كان أصم أو أبكم. لا تتعجل بالحكم على الناس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإن العبد ليصب عليه معرفة نيته في عمله، فكيف تتسلط على نيات الناس؟ أحد السلف يقول: والله لو شفت واحد على أعلى جبل يقول أنا ربكم الأعلى لقلت هذا يقرأ القرآن. أحسن الظن. الواجب علينا أن نحسن الظن ولا نتعجل بالحكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كم الآية؟ قال: إن بعض الظن إثم. هذا الإثم اللي قاعد تسويه، والمصيبة اللي يشك في الناس قد يعني يشار إليه بالبلال أنه راعي صلاة. أنت رجل مصلي، أنت رجل تصوم، أنت تقرأ القرآن، والقرآن لعله يلعنك لأنك أنت تقرأ قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين وأنت ظالم. أسأت فيه الظن وطعنت في عرضه وطعنت في أمانته. أحد السلف يقول: والله لو شفت واحد لحية تصب خمر لو قلت له يمكن واحد صابها على وجهه. أحسن الظن. سبب خلافنا في أزواج مع أزواجنا ولا مع أصدقائنا ولا مع أرحامنا إساءة الظن. لا أكيد مع زمني أكيد ما يبيني حضر، لا أكيد قصده كذا، أنت أكيد نيتك كذا. يا أخي لا تعجلن بلومك صاحبا لعل له عذر وأنت تلومه. لا تتعجل، قابلني واجهني قول فيصل قصدت شيء ثاني، أقولك لا والله ما قصدت. لا، واستشعروا دائما الآية، هذه الآية تريحك. شو يقولوا؟ ما لي شغل فيهم. قول الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفسكم. الله يعلم نيتي، إني أبي لك الخير، الله يعلم نزايرك لله، الله يعلم إني ما أتيت إلى لوجه الله تعالى، بخدمك لوجه الله تعالى. ليش تبي سوالف انتخابات، سوالف أصوات تصويت؟ لا والله ما لي شغل بانتخابات ولا لي شغل بالسوالف هذه. لكن الناس بسبب السواد في قلوبها ونيتها السيئة أظن أني أنا جاي لي حاجة أو أبي شيء من الناس. ما أبي منهم شيء، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. بلحظة صح ذكرت شغلة، أن تعمل لله ولا عشانهم؟ أنا أعمل لله، أحس الأجر من الله تعالى، ما شغل كلام الناس. الله تعالى قالوا عنه اتخذ الرحمن ولدا، قال عن الرسول مجنون. شو يقول عني وعنك؟ أحسن الظن وريح نفسك وصفي السريرة، تلقى الله بقلب سليم.